أسئلتكم الكثيرة وطلباتكم أيضا المتنوعة حول التغذية الملائمة للمرأة أثناء فترة الحمل ديالها. اليوم إن شاء الله غادي نتواصلوا معكم لي باش تطرحوا الأسئلة. اتصلوا بنا الآن على رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 05 22 77 24. كنتي ألالة في 3 شهور أو الفصل الأول من الحمل ديالك وجاك الوحم صعيب، ما بقيتيش كتاكلي وعندك بعض التخوفات لأنه كتخافي الجسم ديالك ينقص من بعض المواد اللي هي أساسية في تكوين ونمو ديال الجنين في الفصل الأول، فمرحبا بك معنا على رقم الاستوديو 05 22 77 24 24. عموما كيكون الفصل الاول ديال الحمل هو اللي صعيب، والفصل الثاني كيكون على العموم فصل ديال الاستقرار ديال الحاله ديال المراه، ثم كيجي الفصل الثالث والاخير اللي فيه الشهر 7 و8 و9 واللي كيقدر حتى هو يكون صعيب. كيف كيتفقوا على هذا الشيء الاطباء المختصين في امراض النساء والتوليد؟ فبالتالي في كل فصل شنو كتولي الحاجيات الاساسيه ديال الجنين ديالك وشنو خاصك تركزي عليه في التغذية؟ واش الحديد، واش الكالسيوم، واش أمور أخرى؟ احنا غادي نشرحوا كل فصل شنو هي الحاجيات ديالك ودي الجنين اللي في البطن ديالك باش إن شاء الله تحرصي على أنك توفريها. كذلك اليوم حديثنا غادي يكون على التغذية اللي كتبين مجموعة ديال الدراسات على أنها كتقدر تساعد المرأة اللي يلاه رغبة يكون الحمل، كتساعدها أنها مثلا تدفع في اتجاه أنه الجنين يكون الجنس دياله ذكوري يعني يكون وليد، أو الجنين يكون الجنس دياله أنثوي يعني بنيته. طبعا القدرة ديال الله سبحانه وعز وجل هي الحاسمة، ولكن هناك بعض العوامل منها التغذية اللي كتساعد واللي حسب الاختصاصيين والعلماء اليوم كتدفع في هذا الاتجاه أو في الآخر. فإلا كنت باغا إن شاء الله لا تحصلي على مجموعة نصائح وتعرفي شنو هي الأغذية اللي خاصك تركزي عليها، مرحبا بكم على رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. أيضا غادي تتابعونا عبر مباشر جديد على الصفحة الرسمية ديالنا ديال الفيسبوك سناء الزعيم. أصوات تحية طيبة لكم فين ما كنتوا كتابعونا، وإن شاء الله موضوعنا غادي نتكلموا عليه رفقة الدكتورة سناء العناني المختصة في الحمية والتغذية وطب الجميل. صباح النور دكتورة. صباح النور لسناء، صباح النور مستمعي الكرام. احنا اليوم كنتكلموا على هذا الموضوع اللي فيه طبعا أهمية بالغة، وأول شيء غادي نبدأ قبل ما يتم الحمل، كانت واحد يعني الاكتشاف اللي تار ضجة في العالم واللي تبعوها بزاف ديال الآباء والأمهات اللي كانوا راغبين مثلا عندهم بنيتة وبغاو وليد، أو اللي عندهم الوليدات وبغاو يزيدوا بنية، وعطات نتيجة هاد النظرية هذه أو هاد الاكتشاف هذا عطى نظرية على أنه داكشي اللي كتاكل المرأة قبل ما يتم الحمل كيقدر يساعد في توجيه واختيار الجنس ديال الجنين. إذا هذا الموضوع اليوم غادي نتكلموا عليه معك، وغادي أيضا تقسموا كيف قلت نصائح حول التغذية الملائمة للحمل. فشنو هي أهم الأمور؟ كيفاش ممكن التغذية تحدد في اختيار الجنس ديال الجنين؟ كان واحد طبيب دكتور بابا في المستشفى كوشان في فرنسا في سنة 1977، هو اللي قام ملاحظة بأنه التغذية ديال المرأة كتقدر تأثر على الحيوان المنوي الملائم اللي غيكون حامل يا إما الكروموزوم إكس وبالتالي غادي يؤدي إلى إنجاب الفتاة، أو الكروموزوم إيغريك وبالتالي غيؤدي إلى إنجاب الولد. فدار واحد التجربة اللي عطات واحد النتيجة إيجابية زعما كتبرهن النظرية ديالو في 77.6%، فتنظن فهذا واحد الرقم اللي لا يستهان به، معنيته أنه نقدروا نديروا هذا الشيء إذا ما كانش عندنا شي وعكات صحية معينة نقدروا نتبعوا هذه الحمية
ولكن كيبقى رجع عند الله، حنا غنديروا اللي علينا والباقي على سيدي ربي. ماشي مؤكد اننا الا درنا هاد الحميه فبالتاكيد اننا غادي نحدوا الجنس ديال ولكن غادي نقولوا انه المراه كتخلق هي والزوج ديالها واحد الظرف، واحد العوامل اللي كتساعد توجيه مثلا اختيار الجنس ديال الجنين. تمام. اكيد انه النتيجه عمرها ما تقدر تكون 100% لانه الاختيار الاول والاخير والقرار كيكون الله سبحانه وعز وجل، ولكن هذه يعني بعض الامور او الاطروحات او النظريات اللي عطات الاكل ديالها وعطات نتيجه ونجحات عند واحد النسبه من الاباء والامهات. انا في الواقع فوق ما كنخوض التجربه الحمد لله كنلقى نتيجه مع النساء اللي كيجيو، فوق ما كنخوض هذه التجربه واش صدفه او لا بالفعل ان هذا الرجيم كيكون لائق. فاللي خصنا نراعيو ليه هي انه كاين واحد الكالسيوم والمغنيسيوم العلاقه ديالو مع الصوديوم والبوتاسيوم. كيفاش خصها تكون؟ عند الا بغينا الانجاب ديال الولاد خص يكون الصوديوم والبوتاسيوم غالب على الكالسيوم والمغنيسيوم اكثر من 5 دنوبات، والا بغينا انجاب ديال البنت خص يكون العكس، الكالسيوم والمغنيسيوم يكون غالب 2.8% على 2.8 على الصوديوم والبوتاسيوم. نعم. بمعنى انه اذا بغينا الحماله ديال زعما الانجاب ديال البنت خصنا نركزوا على المواد المشتقات الحليب، يعني غادي ناخذوا الحليب، الياغورت، الفرماج، غادي ناخذوا الفواكه الجافه ايضا فهي كتساعد، الشوكولا الاسود، وشي النساء غادي يتبرعوا بعدا في الشكلاط وديك الساعه تخرج بنيته، شي البنت مسكينه من الاول كتبغي داكشي الزوين. والخبز حتى هو مزيان، لي بيسكوت ايضا، ولكن يكونوا خاليين من الملح، لان على العكس الملح هو اللي كيحبذ الانجاب ديال الولد. عليها اللي قلت لكم اذا كان مشكل ديال مثلا الكيلي او ارتفاع في الضغط ولا هذا نردوا بالنا، واخا نبغيو نجبوا الولد ما غاديش، حيت خصنا نركزوا على الملح ملي كيبغيو انجاب الولد، نردوا البال في هاد الحالات ممنوع منعا كليا حميات من هذا النوع. لا شاركوتري بالنسبه يعني اللحوم المدخنه بالنسبه اللي بغينا انجاب البنت على ود الملحه ما خصناش ناخذوها. الاسماك واللحوم المملحه بحال دابا غنقولوا يا اما الخليع، كاين بعض المناطق اللي كيديروا السمك المجفف وكيكون فيه الملح، او ربما السمك اللي كيكون مدخن ايضا تيكون فيه الملح، هنا نردوا بالنا. حتى المنتجات ديال البحر لي كروستاسي لانهم يعني الفواكه البحر لان كتحتوي على واحد نسبه الملح اللي هي لا يستهان بها. فإلا كنتي لالا عندك رغبه وتوكلتي على الله وبديتوا المشروع ديال انه يكون هناك حمل، وبغيتوا مثلا كيف سبق ودرجت عندكم البنات بغيتوا ذكر بغيتوا ولد، عندكم الاولاد او بغيتوا تزيدوا البنت، فشنو هي الاغذيه اللي خاصك تركزي عليها قبل ما يتم الحمل اللي كتساعد كترفع الحظوظ؟ ولكن الكمال وعلى الله سبحانه وتعالى، اذا كترفع الحظوظ باش انك تمشي في هذا الطريق. هذه التجربه اللي سلكوها الكثير من الازواج واللي عطاتهم نتيجه. فمرحبا بكم، مرحبا باسئلتكم على رقم الاستوديو 0522 77 24 24. اليوم ايضا الا كنتي حامل الفصل الاول او الثاني او الثالث بغيتي تعرفي شنو محتاجه ليك انت والجنين ديالك من اطعمه من اغذيه، ايضا اتصلي بنا على نفس الرقم. تحية طيبة أيضا لكم أنتم اللي كتابعونا عبر اللايف جديد على الفيسبوك والصفحة الرسمية ديالي سناء زعيم أصوات. إذا دكتور احنا غادي نبداو طبعا نستقبلوا أسئلة مستمعاتنا. قلنا أنه الملحة مزيانة للولد ومزياناش للبنت، وكل ما هو حلو مشتقات ديال الحليب مزيانة للبنت وما مزياناش للولد. نعم. اللحوم مزيانة للولد ما مزياناش بزاف للبنت. بالنسبة للبنت غادي ناخذوا الشوكولات، غادي ناخذوا مشتقات الحليب، هادشي اللي غادي نركزوا عليه. واش كاينه واحد المدة اللي خاص فيها المرأة تبع هاد التغذية قبل ما يكون الحمل باش ترفع الحظوظ ديالها؟ تنظن واحد 3 ديال الشهور الاولانيه قبل ما فين غتقرر الانجاب، هاد 3 شهور تحاول دير هاد الحميه من يعني على الاقل خص يكون 3 شهور، على الاقل خص تكون واحد 3 شهور باش دير هاد الحميه هادي باش توفر الحظوظ ديالها في اختيار الجنين. الا تم الحمل داك الساعه ما بقى الانسان لا لان ما عندهاش نتيجه لانه كيكون ديجا
حيت هي فين كيكون التأثير؟ كيكون التأثير في الاختيار ديال الحيوان المنوي الحامل لكروموزوم ما، يا إما حامل كروموزوم إكس وفبالتالي غادي تكون بنت لأن المرأة ما كتعطي إلا الإكس، الراجل هو اللي غادي يعطي يا إما الإكس ولا الإيغريك. مني غادي يعطي الإكس راه غادي تكون إكس إكس إذا غتكون بنيته، مني غادي يعطي الإيغريك غتكون إكس إيغريك وديك ساعات غادي يكون وليد. بالنسبة للراجل واش حتى هو تيخصو يتبع نظام غذائي اللي كيدفع في هذا الاتجاه؟ التجارب اللي دارت خاصه النساء هما اللي خصهم يتبعوا هذه الحميه باش يوفروا الحدود ديالهم. طيب غادي ناخذ وفاء معنا فاطمه من طنجه 0522 77 24 24. اهلا بك فاطمه. السلام عليكم. الحمد لله. انا عندي جوج اسئله معرفش انا بغيت نسول على الوصفه ديال الحلزون كيعيطوا له الببوش اللي كيقولوا بغلات طيب الاعشاب مالو واش صالح المراه الحامله ولا لا؟ واش انت حبله؟ لا ما حبلاش. نعم الحشره ديالي بغيت ناولو انا كنطيبو في بطن ولدي كل حد. نعم واللي يصلح للمراه الحامل يعني واش المراه باش تحبل ولا واش يصلح للمراه اللي حبله واش تقدر تاكلو؟ بجوج. انا كنقلب على الحمله عندي غير وليد واحد وكنقلب كنتبع الاطباء وداكشي باش نحمل. واخا والسؤال الثاني والطريقه الصحيحه اللي طيب بها الا كان ممكن الا ما كانش ممكن شي حلقه اخرى على حتى المختصين. نعم دكتوره سناء العناني بالنسبة للحلزون حاجة واحدة هي أنه يطيب في الدار ما غاديش ناخدو ديال الزنقة لأن المرأة الحامل بصفة عامة خصها تتفادى الماكلة ديال الزنقة على الخطورة ديال التعفنات الغذائية لأن هادو من الحوايج ومن الشروط اللي خصنا نراعيو فيها في التغذية ديال المرأة الحامل، ما خصهاش تعرض نفسها لأي تعفنات غذائية أو ديزانتوكسيكاسيون أليمونتيغ يعني يكون تسمم غذائي. حاجه اخرى هي تراعي في دوك العشوب، ما خصش يكون شي عشوب اللي كيكونوا سخان بزاف اللي الا كانت حامله يقدروا لا قدر الله يتم اجهاض ديال الجنين، دونك ترد بالها في العشوب اللي ما ننصحش بهم للمراه الحامل. هذا وكان العشوب اللي سخونه ما خصهاش طبعا تاكلها تفادى. واش عندك شي نصيحه لفاطمه اللي اليوم باغا تحمل واش هناك واحد الاغذيه ولا نظام ديال الماكله اللي خاصها تتبعو؟ اولا خصها نشوفوا الوزن ديالها واش وزن طبيعي ولا زعما مزيان. معنا فاطمه الوزن ديالك شحال فاطمه؟ معكم مرحبا. الوزن ديالي 74 كيلو. 74 كيلو. الزوج ديالك شحال الوزن ديالو؟ الوزن ديالو 64. اذا هو الوزن ديالو مزيان، انت خصك شويه تنقصي في الوزن ديالك باش توفري الحدود ديالك. عندي 8 كيلو ولا 9 كيلو زايده انا عارفه. على شحال في الطول ديالك؟ مترو 68. تبارك الله طويله، اذا ما عندكش بزاف. شحال هذه وانتم مجوجين فاطمه؟ 12 سنه وعندي وليد عنده 12 سنه تقريبا. المهم الوليد ديالي الاول هو هذا عنده 12 عام. وشنو تتقول لك الطبيب علاش ما قدرتيش عاود تولدي؟ شرب الفانيد 6 سنين. وزاد بقات خصك منشطه، كنت درت حملت وقالت لي عندك حمله وهميه، كملت 3 شهور وخسرت لي حمله كذابه ما كنتش كنعرف عليها. والمره الاولى من حملتي طبيعي ما خديتي حتى شي دواء ولا شي حاجه؟ نهائيا طبيعيا. والولاده طبيعيه؟ طبيعيه واخا خا صعيبه شويش. ياك حيت نخافوا غير الا كان شي اللي كنعيطوا له حنا ديزاديرونس يعني تيكون ربما يا اما اجهاض ولا هذا كيقدر يكونوا واحد بحال التشمعات كيوقعوا في ذاك القرون، ما تنظنش ان هذا هو الحاله ديالك، يقدر يكون الحاله غير نفسيه. فاطمه غير تبعي الدواء خذي ذاك المنشطات ديال البويضات وان شاء الله يكون خير. بعد قلبي بالنسبه للماكله شنو الماكله اللي ممكن تاخذ فاطمه اللي غتساعدها يعني غترفع الخصوبه ديالها اللي خصها تبعد هي والزوج باش ما تتقللش من الحدود ديالها؟ خصها تهرب من السكر السريع لانه كينقص من لا فيكونديتي يعني من الخصوبه بالنسبه ليها وبالنسبه للزوج ديالها. نقصوا من الحلاوه ونقصوا من الليدام، هادو جوج الحوايج اللي كيقدروا ياثروا سلبيا على الخصوبه. الملوحه الزايده واش حتى هي كتنقص من الخصوبه؟ لا الملحه الزايده كيف قلت لكم قبيله كتقدر تشجع على انجاب الولد. نعم صافي اتفقنا فاطمه.
واخا ممكن السؤال اخر ولا لا؟ تفضلي باش ناخذوا سيدات واحد اخرين. واخا وراوني السيرو ديال الحلزون ما عرفتش واش نافع ولا ما نافعش. لاش السيرو ديال الحلزون؟ سيرو لاش بغيتي تستعمليه؟ هذا الجهاز التنفسي والكحه وهذا الشيء اللي قالوا لي. واخا هذا سؤال كيهم اكثر الدكتور عماد فاطمه، ان شاء الله انا دابا نطرحوا عليه. صافي واخا يلا تهلا فراسك، الله يكمل بالخير والله يجيب لك اللي في الخاطر. غادي ناخذ الان كريمه. اهلا بك كريمه. السلام عليكم. انا عزائم كديرك في لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك كريمه. كديره سان الدكتوره ديالتنا لاباس عليها؟ الله يسلمك كريمه مرحبا اختي. السؤال ديالي هي بغيت نسول كيفاش كيديروا الريجيم اللي بغى يولد البنيات معنا. تبارك الله عندي ثلاثه الوليدات وكنتمنى ان شاء الله يعطينا الله شي بنيه. قالوا لي راه كاين الريجيم هكا كديري زعما ديال التغذيه. ايوا الله يفرحك بشي بنوته ان شاء الله. وهو هادشي اللي تكلمنا عليه في الاول ديال الحلقه، يعني خصك تاخذي مشتقات الحليب، الحليب والفخوماج والياغورت، هادشي تركزي عليه. شحال مره في اليوم يعطيها؟ عطيها تقدر تاخذ اربعه ديال المنتوجات المشتقات ديال الحليب يوميا. تهربي من الملحه، يعني الخبز ديريه مسوس، حتى الا غتاخذي البسكوت مثلا تاخذيه مسوس. ما تاخذيش اللحوم مدخنه. هادشي اللي غادي تقدري تبعيه. حتى الفواكه البحر دي البال منهم لان تيكونوا مالحين، حتى هما هربي منهم. وفي المقابل شنو خصها تاكل؟ الشيء الاخر كله مزيان، يعني مشتقات الحليب مزيان، تقدر تاخذ الشوكولا ايضا فهو مزيان ليها. عزيز عليك الشوكولاته كريمه؟ عزيز عليا الشوكولاته. والفواكه الجافه ايضا. والشوكولاته خاص يكون الشوكولاته الاسود؟ الشوكولاته الاسود. يعني غتكثري ماشي الشوكولاته الحليب، الشوكولاته الاسود اللي فيه نسبة ديال الكاكاو مرتفعة. شحال شحال خصها تاخذ كل نهار دكتورة؟ تاخذ من 30 حتى 60 غرام يوميا مع ديك جوايز ثلاثة. دابا ما نعرفوش شنو هي 30 غرام. 30 غرام يعني واحد الكاروية ديال الشكلاط أو جوج. كاروية حتى لجوج كاروية. جوج المربعات ديال الشكلاط الأسود. تقدر تاخذهم مع ميقات ديك الثلاثة ديال العشية ممكن ورا الغداء إن شاء الله. وبغيت نعرف واش هذا الريجيم كيتطبقي على المرأة ولا حتى على الزوج؟ لا على المرأة خاصة. على المرأة صافي. هادشي هي اللي عليها المسؤوليه كامله مسكينه. وهذا الشيء خصك تبعيه تواظبي عليه 3 شهور قبل ما تبداي الحمليه. قبل وتردي البال من الملحه، هذه شي حاجه اللي مهمه بزاف، لان الملحه الا كنتي انت الماكله ديالك مالحه بنينه بزاف، ربما هادشي اللي كان كيساعدك انك تنجبي الذكور الوليدات. دابا هاد الفتره كامله نحاول تاخذي المسوس. تاخذي المسوس من الاحسن، تنقصي اكثر ما يمكن. الا غادي ماشي ما غاديريهاش كاع، ولكن ديريها قليله بحال دابا الخبز ديالك ديما تاخذيه مسوس. واخا الدكتوره شكرا. شكرا على واجب، الله يعطيك اللي فيها الخير. امين يا ربي. يلا شكرا سناء الزعيم. مرحبا كريمه، سلمي لي على الوليدات وما للدار. غادي ناخذ الان ايمان. اهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله إيمان. عافاك عندي واحد السؤال الدكتورة لا ممكن. دابا أنا يا حاملة فنكون كذا في شهر في الأسبوع السابع ولا الثامن. أنا مشيت عند طبيب كي مشيت عنده هذه واحد 15 يوم قال لي عندك 6 الأسابيع. دابا واش ممكن ناكل الكبدة والكلاوي ولا ما يمكنش؟ حيت قريت في الانترنت كيقول لك زعما فيهم فيتامين ا وزايد بزاف كيضر الجنين. لا يمكن لك تاخذيهم ما كاينش مشكل، بحال دابا الكبده يمكن لك تاخذيها مره في ال 15 يوم، بالعكس فاذا ديالها في ماده الحديد مزيانه لك. يعني ما كان حتى شي مشكل. ما كاينش مشكل بالنسبه للكبده، بالنسبه للكلاوي كنفضل بلاش لان فيهم دي بيغين زعما كاينين شي مواد فيهم اللي ربما ما يليقوش لك، ولكن الكبده مره في ال 15 يوم بالعكس غتكون منصوح بها. واخا شكرا. لا شكرا. جات على خاطرك. فوق ما كان حمل هذه حملتي الثانيه كيضرني المصران كيتنفخ ليا. ولان داك تغييرات الهرمون، التغيير ديال الهرمونات كيقدر يسبب بزاف المشاكل، كيقدر يدير القبط. واش عندك مشكل ديال القبط؟ ايمان عندي مشكل ديال القبط، هو اصلا عندي ودابا مع الحمالة زاد. شحال كتشربي ديال الماء في النهار ايمان؟ صراحة انا كنت كنشرب الماء بزاف، ولكن دابا حاليا ما بقيتش كنقدر نشرب الماء. وزعما راه سخون الحالة ايمان؟ والو كنبزز عليا ديك الجغمة ولازم والو ما كيجيش في خاطري الماء. ولا بدا غديريه تقدري تنسميه بشي حاجة، يا اما دي ترونش ديال الحامض ولا ديال الليمون ولا المهم نسميه بشي حاجه باش تقدري تاخذيه. ولكن على الاقل هاد اليومين نافع، واش معليش تضرر نافع؟ نافع الا ما كانش عندك مشكل ديال الضغط، الا ما كيطلعلكش طونسيون ما كاينش مشكل. ولكن خصنا جوج يترو د الماء يوميا ايمان.
وخصنا الالياف يعني الخضار الفواكه. لا الخضار كناكل فواكه شويه. ولا بدا دخليهم بحال دابا الفواكه اللي مزيانين لك اللي فيهم الالياف بزاف البعويد والتفاح، هادو مزيانين لك واخا تقدري بحال دابا البعويد ولا التفاح طيبيهم بحال الكومبوت بحال دي طيبيهم فوق البوطه. واخا شكرا لك على فيك. والقوق حتى هو مفيد جدا للمساله ديال القبض. واخا شكرا. القوق البربال عصير البرتقال ولكن المصران كيضرك، البرقوق المجفف ملي كيطيب حتى هو وكتاكليه هكاك، هذه كلها امور اللي نصحنا بها لا مع دكتوره سناء ولا مع دكتور عماد اللي مزيانه وفيها الياف وانت غتنفعك في الحباله ديالك ان شاء الله. ما عدا ذلك انت الحمد لله كي دايز لك هذا الاول الحمل؟ صراحة الأول كان صعب على الثاني. لا ولكن دابا أنت عندك يلا سبع يلا سبعة سيمانات. سبعة سيمانات عندي المعدة كضرني بزاف والمصران حلكني بلا قياس. نعم. الباربة كنديرها ولكن كنديرها مع الليمون، درنك الليمون توا فيه الغاز. توا فيه الغاز يقدر يضرك، تاكليه هكاك أحسن لك ما تاكليه ما تاخذيه عصري. يعني نطيبها أحسن تكون. أو تاخذي والباربة طيبيها من الأحسن. واخا شكرا. لا شكرا على واجب، تهلا في راسك، الله يكمل بالخير. ايمان غادي ناخذوا ليلى وناخذوا مكالمات اخرى من بعد الفاصل، تابعونا دائما على راديو اصوات. حديث مغزل دائما مباشره على راديو اصوات 0522 77 24 24. اي سؤال عندكم في موضوعنا اليوم مرحبا بكم معنا. ليلى من طنجة اهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. عندك بغيت نسول الدكتور على حساب الدكتور ضايع ايه يعني واش ممكن يتعالج ولا لا؟ يتعالج زعما بالتغذية، واش التغذية كتعاون؟ حيت ملي دوزت عند الطبيبة قالت لي يعني انتي خلقي فيها يمكن تتعالج. واخا الوزن ديالك ليلى شحال؟ 180. أنا متأكدة بأنك إلا نقصتي من الوزن ديالك غادي زعما تساعدي راسك وغادي توفري الحدود ديالك للانجاب، لان دازو حالات قدامي اللي كانوا حتى هما عندهم حتى كيوصل المبيض ومنين ضعافوا ورجعوا بالليكوغرافي بالتلفازه لقاو بان المشكل ما بقاش. اذا انا ليلى هادشي ممكن الا نقصتي الوزن، ولا كان عندك الحظ انه هادشي عنده علاقه غير بالوزن ان شاء الله راه تعالج. شحال في عمرك ليلى؟ 25. وشحال في الطول عندك؟ الطول ما عرفتش ولكن قصيرة. قصيرة يعني عندك الوزن زايد؟ الوزن زايد. والزوج ديالك؟ طويل هو يعني رفيع عليه. واش حتى هو عنده الوزن زايد؟ لا ضعيف. واخا نظام الأكل ديالك كيفاش عاملة التغذية ديالك؟ يعني كناكل كلشي عادي. كتاخذي الحلاوة بزاف يا ليلى؟ الحلاوة كناكل شوكولاتة وداك الشيء. وهذه الحلاوة راه من الحوايج اللي غادي يغلظوك أولا، ثانيا غادي يغلفوا لك الشحمة على الماء على البويضات ديالك وغادي يخليوك كاين صعوبة في الخصوبة وفي الإنجاب. وأنا غادي نعطيك واحد المثال. الدكتورة قالت لي بأن يعني يقدر يجيني الياس مبكر حيت العادة الشهرية ما مريقلاش. ولكن كتاخذي الدواء اللي كتقاد لك هذا الرصيد ديال البويضات باش ما يمشيش؟ كنشربوا ولكن من بعد ملي كنوقفوا ديك المده اللي كتعطيني الطبيبه كيرجع المشكل كيما جا. ولكن ولا بد خصك تغابضي على الدواء ديالك وتاخذيه باش تكيسي على الرصيد اللي عندك. فهمتي يا ليلى؟ وانا غنعطيك واحد المثال باش تعرفي بان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن انت خصك ديري اللي عليك لازم. واحد السيده كنعرفها في فرنسا خلقت من نهارها وهي تكيس المبيض لي زوفير بوليكيستيك، بحيث قبل ما تجوج عرفت راسها بان ما عمرها ما يمكن لها تولد. هذه هي الفكره اللي كانت عندها. تجوجات مشات عند الطبيب باش دير لا فيف يعني لا فيكونداسيون ان فيترو، غادي دير غير داك الاطفال الانابيب، غير الممرضه هي اللي دارت لها التلفازه قالت لها سمحي لي غنعيط على الطبيب. جا الطبيب كيدير لها التلفازه كيلقاها حامل، الا قالها في الميكرو لا سال داتونت كلهم فرحوا بها، الناس اللي كانوا كيتسناو نوبتهم باش غادي يدير لهم باش يفحصهم، وذكر هذه الحاله بانها معجزه لان السيده كانت يائسه بالنسبه لها ما تقدرش تولد وولدات بدون اي تدخل لا ديال الطبيب ولا ديال الدواء الا الله سبحانه وتعالى اللي كتب لها انها تولد بهذه الطريقه. اذا ما تيأسيش ليلى، ديري اللي عليك. 88 كيلو بالنسبه لك عائق خصك تحيديه، خاصة وانت عندك لي زوفير بوليكيستيك، عندك تكيس المبيض،
نقصي من الوزن ديالك، حيدي من الليدام ومن السكريات، وان شاء الله يكون خير ليلى. وخصك انت تكوني متيقنه بانه راه ان شاء الله غادي تولدي وغادي تفرحي بوليداتك وتهزيهم بين يديك. يا ربي شكرا بزاف. معتي دابا اش دارت لك الدكتوره؟ راه شحناتك، ضربت لك الشوكه دابا صافي. واكيد الامل في الله دائما خصو يكون حاضر، واليقين والعزيمه وتوكلي على الله. ونقصي الوزن، عاوني راسك، يعني الحاجه ما كنبقاوش غير كنرغبوها من بعيد، خصنا نجتهدوا ونسعوا انه تتم داك الحاجه، انه تحقق. يلا الله يعاونك بقلوبنا معاك ليلى. 25 سنة في مقتبل ورايا عن الشباب، الله يوفقك ويسعدك. غادي ناخذ دائما مكالماتكم مستمعاتنا 0522 77 24 24. معنا أم سلمى من الدار البيضاء. السلام عليكم أختي سناء. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كدير ممكن تقولي لي شنو سميتك؟ نعم. شنو سميتك انت؟ سميتي مباركه. ايوا شتي مباركه، وعلاش بغيتي تغطي علينا هذه السميه الزوينه؟ ماشي مشكل، نقول لك اختي سناء انا راه دابا في 14 عام وانا متبعك وديما تنبغي نهضر معاك، ولكن مرحبا نهضر معاك. هو نهار كبير هذا، مباركه. بارك الله. هذا نهار مباركه مباركه. بارك الله فيك الدكتوره، علينا وعليك ان شاء الله، مبروك عليكم. الله يبارك فيك، مرحبا بك. شنو السؤال؟ انا بغيت نسول الدكتوره، انا تزوجت عندي 36 عام. نعم. تزوجت كبرت فيك. ولدت بنيه هي سلمى بنتي. وخسروا لي جوج من وراها. نعم. ياك خسروا لي جوج من وراها. دابا الطبيبه ديالي اللي متبعه عندها هنا قالت لي خاصك تحبسي واحد العام ولا عام وشهرين تترتاح لك الوالده حتى شويه ضطرتي عليها. ياك. ايه. وصافي وقالت لي ديري لا فانيد لا والو حتى انا كبيره شويه. ايه. كنت تقول لي كبيره شويه، شحال في عمرك؟ عندي 45 46. هي وما كبيراش بزاف. المهم انا عندي الامل، الله في كبير. إيه؟ الله كنقول ان شاء الله غنحمل. ايه ان شاء الله. والمهم ملي حيت الفاني بقيت كل شهر كنقول ما غاتجيش، قالت لي عا غاتفوت 4 ايام اجي عندي باش نعطيك الدواء. نعم. قالت لي كيوقفهم لك فقر الدم. إيه؟ قالت لي تيطلع لك فقر الدم بزاف وهو اللي تيطيحهم ليك. نعم. وصافي كل شهر كنقول ان شاء الله غتفوتني ب 4 ايام ما تجينيش، نمشي عند الطبيبه ديالي وديما كتجي. غتفوت 4 ايام صافي كتجيني كنحبس. ودابا فكرني فيها الجلبه، مشيت جلبت هذه الجلبه ديال الكورونا. وهما يقولوا لي لا راه المراه اللي بغات تحمل ما خاصهاش تجلبها. نعم. هادشي اللي بغيت نسول الطبيبه، حتى جلبت الاولى وما سولونيش. ومني جيت عند جيراني قالوا لي لا كان عندك ما تجلبيش الجلبه، انت باقا بغات تولدي. إيه؟ ما تجلبيهاش. مني مشيت البارح جلبت الثانيه. إيه؟ قالت لي دابا سيري شربي الفاني 3 شهور مربى ما تحملي. والطبيبه قالت لي ما تبقيش تشربي الفاني، الطبيبه ديالي قالت لي انت كبرتي. شكون اللي قال لك تشربي الفانيد؟ الطبيبه ديالي كاينه حدايا هنا في اناسي. لا شكون اللي قال لك دابا تشربي الفانيد من بعد ما درتي الجلبه؟ اللي جلبات لي الطبيبه البارح، اللي جلبات لي الجلبه ديال اييه. ولكن واش هاد الطبيبه اللي جلبات لك هي اختصاصيه في امراض النساء والتوليد؟ ما نعرف انا طبيبه جلبات لي. ودابا هانتي مباركه نعم. قلتي نعم. دخلتي قالوا لك جيرانك علاش جلبتي؟ واش جيرانك طبه وهما كيعرفوا في الميدان؟ ما عرفتش، خلعوني والله الا خلعوني. قال لي غتولدي مشوه، غير حملتي غتولدي. بقاو كيخلعوا فيا. وشوفي انا في بلاصتك بعدا غنشد ودنيا، واللي بغى يقول هاد الهضره غنوض نخرج انا كاع من داك البلاصه نخوي داك المجلس. لا لا شوفي قلت لك انا متبعك دابا شي 14 عام. انا ايوا ما تزوجتش. ايوا شوفي عزيزه عليا، شتي دابا انا نرجع لقلتي قبيله، انا كبيره كبيره بالنضج ديالك، يعني خودي الحاجه اللي غتصلح لك كتبان لك بالعقل منطقيه. الحاجه اللي ماشي منطقيه ما عندك ما ديري بها، ما تشطنيش بها نهائيا راسك. خبرك الله وفيك، راه ديما كندير بالهضره ديالكم. ايوا الحمد لله الحمد لله. دكتوره سناء العنايه، نسولك غير واش بالفعل الطبيبه اللي جلب غتجلب ليك واش قالت لك بان كاين خطوره على الجنين؟ لا هي ما سولتنيش لا في الجلبه الاولى لا في الثانيه. انا ملي قالوا لي جارات امي ما خصكش تجلبي انت باقا بغات تحملي، وانا نسولها قلت لها شوفي اختي انا جلبت الجلبه الاولى وما سولتونيش انا باقا بغا نحمل. قالت لي لا ماشي مشكل، عاد 3 شهور خصك ديري الفانيد باش ما تحمليش وصافي. حيت انا ما عنديش معلومه من هذا النوع، دخلتي لي الشك غنمشي نسول، لان ما تلقيتش هذه المعلومه بانه كاين تاثير على الجنين بالجلبه.
على حد علمي على حد علمي ما تلقيتش هذه المعلومه، ولكن انت غتدفعيني حنا تيقول لك الودن ما كتشرفش، حنا كنتعلموا يوميا وانت دفعتيني باش غادي نمشي نسال الناس المختصين على هذا الشيء، وغنخلي المعلومه عند سناء ربما تعطيها لك او الحلقه الجايه تلقاي عندي الجواب ونعطيه لك. اما باش تبقاي تسمعي غير الناس ما فهذا بزاف المرات الناس كيكون عندهم دكتوره دابا ما نشريش البواطه تاع الفانيد نشرب، انا قالت لي الطبيبه ديالي قالت لي انت ستي 45 46 ما خصكش تشربي الفانيد. غتمرجعي عند الطبيبه ديالك ديال النساء غتسوليها واش بالفعل هاد الجلبه تقدر تاثر على الجنين، فهمتي؟ دابا انا راه ما حاملاش، لا هي حيت كاين شي دوايات اللي ملي كناخذوهم كيقدر يكون تاثير على الجنين الا حملنا ديك الساعات، كاين شي ادويه بالفعل اللي كيكون عندهم، ولكن ماشي الادويه كاملين. ولكن راه ملي كتقولي داكشي اللي قالوا لك راه ما شكون اللي قال لك هادشي؟ ماشي علمي هادشي، ماشي مضبوط. ماشي ديران ديران مقري على الجلوب والله يكثر خيرهم، الله يكثر خيرهم هاد الجيران. حنا المعلومه اللي غادي نتاكدوا منها، انا دابا كنسول الدكتور عماد حتى هو كصيدلاني، يا ريت عبد الرحيم نتصلوا بالدكتور عماد ونقدروا نوضحوا هذه المعلومه دابا. واش المراه الحامل، انا سبقنا تكلمنا وكان معنا يعني المدير ديال البرنامج التلقيح بوزاره الصحه، ولكن دابا انا غنحاول الى اتصلنا به دابا في المباشر وقدر يتجاوب معنا باش يوضح هذه المعلومات. معلومه مهمه اكيد قبل ما تنتهي الحصه ديالنا غادي ان شاء الله نجاوبو كمباركه صافي. ولكن على اي حال النصيحه اللي مزيانه دابا في الدينا هي رجعي للطبيبه اللي متبعه معاها، قولي ليها جلبت واش بالصح ولا ماشي بالصح، وحنا غنديروا بجهودنا باش دابا نعطيوك الجواب صافي. بارك الله فيك. امين يا ربي، وانت الله يخلي لك سلمى. امين بارك الله فيك. شحال في عمرها سلمى دابا؟ عندها 8 سنين. الله يحفظها الله يحفظها. الله يسهل لك اللي فيه الخير. يلا مع السلامه. بارك الله فيك سناء اختي، شكرا. مرحبا. عادل معنا من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم لالا. اهلا بك. الحمد لله الله يبارك فيك. بارك الله فيك اختي، عندي واحد جوج الاسئله للاخصائيه. مرحبا الدكتوره سناء العناني، كنذكر بانها مختصه في الحميه والتغذيه وطب جميل. مرحبا سي عادل. مشرفين لالا. الله يخليك، عندي واحد السؤال متعلق بالزوجه ديالي، يعني ديغيغمون كنا درنا واحد البناء وكدا، وقالوا لنا بان عندها تكيس المبيض اون بليس دو سا، يعني عندها الوزن زايد بزاف. يعني اسمح لي عادل الا قطعتك، بعد مشي جهاز حداك تتوقع معاه واحد لانتيرفيرونس اللي كتشوش على الخط في المباشر، فبعد التليفون بعد على الى حداك شي جهاز الكتروني يا ريت بعد عليه. تفضل تسمعيني دابا مزيان؟ دابا احسن. اذا المراه ديالك عندها تكيس المبيض وزياده في الوزن. نعم. عندنا جوج بنيتات، البنيته الاولى عندها 4 سنين والبنيته الثانيه عندها 9 شهور. ويلا هادي وان سيمين درنا عاوتاني تحليل اخر، قالوا لنا راه ودي عندها الرحم مقلوب وهي يعني باغا تزيد تولد، يعني تتقلب على الولد باغا تزيد تولد، وما فهمناش حنا هاد القضيه هادي وشنو خصها دير وشنو. وكنت نسمع لكم يعني وسمعت بان الموضوع عنده علاقه، قلت ارانا نشارك ونسال ذوي الاختصاص. واخا سي عادل واخا عندها الرحم مقلوب بانه تيكون تيكون لوتيروس اونتي فيرسي ولا ريتروفيرسي كيكون راجع باللور ولا كيكون زايد القدام، فهذا كيكون كانت زادوا به ماشي مشكل، يقدر هذا الشيء ياثر على العاده الشهريه ديالها، كتقدر تجيها بالوجع، فعنده غيكون عنده تاثير من هذا النوع، ولكن خير دليل انها راه ولدات جوج النوبات، اذا لا ماشين ماخش راه خدام زعما راه كتقدر تولد ما عندها حتى شي مشكل. ولكن غير في جوج عمل يعني في جوج ولادات اللي دارت بشكل قيصري، يعني عنده شي علاقه بالرحم المقلوب هذا الشيء ولا لا علاقه؟ لا ما عندها علاقه، ربما عندها الحكاك ضيقين او ربما كان بعد النوبات كيكون غير مشكل في ساعه الولاده، يا اما ما كيتحلش عنق الرحم كفايه يا اما كيطوال العمل ديال الولاده، دونك يقدروا يكونوا عده مشاكل، او كيكون لو كوردون سيركولير يعني ذاك الحبل السري كيكون ملوي على الجنين، دونك يقدر يكونوا بزاف المشاكل اللي كيمنعوا الولاده عن طريق طبيعيه. هو خلا لا. وبالنسبه للتكيس المبيض، يعني هذا المرض واش عنده شي دواء؟ واش هي
تبارك الله عليها حتى كيوصل المبيض واخا عندها ما منعهاش من الانجاب. دابا باش نكملوا السؤال ونربحوا الوقت، نتوما دابا بغيتوا تزيدوا حامل ثالث وبغيتوا وليد ياك؟ بغيت وليد ما كرهنا الصراحه. ولكن اول حاجه هي ولدات جوج نوبات بولاده قيصريه، يعني ضروري ومؤكد من ان الجرحه الدخلانيه خصها ترتاح. واخا تبان لك هي بصحتها لاباس، ولكن راه خص واحد 3 سنين على الاقل او 4 سنين حتى كتجبر الجرحه الدخلانيه، لان لوتيروس الا كان فيه بزاف ديال الفتحات كيولي خطوره على المراه. هذاك الشيء اللي كنا اللي دايرين، يعني نورمالمون يعني هذا غير واحد البلان بوغ لو فيتور، يعني دايرين بان ما كاين حتى مشكل. سمعتي النصائح؟ هاد المشاكل هادو في الطريق وكذا، قلنا يعني نشوفوا شي اخصائي ولا، ومن سمعت الموضوع قلت رانا نستافد معكم. الوغ اللي خصها دير هي انها خصها تاخذ التريتمون ديالها، يعني الدواء باش تكيس على الرصيد ديالها ديال البويضات. هذه حاجه اللي ضروري ومؤكد، غتمشي عند طبيب النساء باش يعطيها الدواء، لان الناس اللي كيكون عندهم حتى كيوصل المبيض كيكون عندهم رصيد محدود، دونك خصها تكيس على هذا الرصيد ديالها بالدواء. هذه اول حاجه. ثاني حاجه انها خصها ترتاح مده 3 سنين باش ما تعرضش نفسها للخطوره. رابع حاجه هي تتبعوا النصائح اللي تكلمت عليها قبيله قبل الانجاب باش توفروا الحدود ديالكم باش يكون ولد. يعني ان شاء الله من هنا 3 سنين او 4 سنين ملي غتقرروا سي عادل انكم تمروا وترغبوا يكون حمل، يتم حمل، علاش خاصها تركز التغذيه؟ نعاودوا نذكروا دكتوره سناء على اللحوم، على الاسماك، على الخبز اللي كيكون فيه الملحه، على الفواكه ايضا مزيانه، وتبعد على مشتقات الحليب. الملحه تكون كتكثرها في الماكله، يعني تبنن شويه اكثر من اللازم، ومشتقات الحليب تبعد عليها بصفه نهائيه، يعني ما تاخذهاش مده واحد 3 شهور قبل الانجاب. ملي كنقولوا الحليب والمشتقات، يعني من الحليب الفرماج، الياغورت، الفلون الرايب، اللبن، الحاجات اللي فيها الزبده، معلوم اللبن، اي حاجه جايبينها من الحليب. المراه اللي باغا تولد وليد هادشي خصها تحبسو 3 شهور. 3 شهور بصفه نهائيه، ماشي تهرس مره مره. ماشي مره تهرس هنا، ما كتبقاش تدخل في هذه الخانه ديال هذه التجربه. وما كتخافش انه ينقص لها الكالسيوم؟ نقدروا ناخذوا الكالسيوم الا غادي تعوضوا بالدواء ممكن، او تعوضوا بحوايج اخرين من غير المشتقات الحليب اللي كيكون فيهم ماده الكالسيوم. واهمها الزنجلان. الزنجلان كاين بزاف، القرقاع، بزاف الحوايج اللي فيهم. نعم. الكالسيوم. صافي جاوبنا على سؤالك سي عادل. بارك الله فيك اخت سناء، وشكرا على هذا البرنامج التوعوية. اشنو سميت الزوجه الكريمه؟ اميمه. سلم لي بزاف على اميمه. مو بالله. وشنو سميت البنيتات؟ وحده ملاك وحده ماريا. تبارك الله ونعم الاسامي، الله يحفظهم لك. بارك الله فيك. والله يفرحكم والله يخلي لكم بنياتكم. امين والله يقويكم على فعل الخير. شكرا بزاف. مرحبا مرحبا سي عادل، واني من المعجبين ديالكم. الله يبارك فيك، مرحبا وشكرا على وفائكم، وتحيه كبيره ايضا لكل من كيتابعنا بفرنسا، باوروبا، باسيا، بامريكا، بافريقيا، بكل انحاء العالم، بدول العالم العربي ايضا الشقيق. تحيه طيبه لكم، شكرا على وفائكم، نتمنوا دائما نكونوا في عند حسن الظن ويعني بالافاده. غادي ناخذوا دكتور عماد، هو معنا على الخط باش نجاوبوا، نرجعوا على السؤال اللي ترتي مباركه اليوم، وسؤال مهم خصنا نوضحوه. اهلا دكتور عماد ميزاب. صباح النور سي سناء، تحيه طيبه ليك والاخت ديالنا الدكتوره سناء اللي كتنورنا دائما. ربي يخليك دكتور عماد، صباح النور. دكتور عماد، عقلتي كنا درنا حصص للحديث عن التلقيح ضد. نعم. الكوفيد 19، والسؤال المطروح اليوم هو واش المراه اللي حبله ممكن دير اللقاح او لا؟ فاللقاح ديال كورونا كيمكن له يدار، غير هو المراه اللي كتكون حبلها كيخصها تشوف مع الطبيب ديالها، لان خص نوعيه ديال اللقاح خاصه. فيا اما لا داعي لذكر الاسماء، فاحنا كنعرفوا ان في بلادنا كاينين جوج ديال الانواع، وعلى الابواب النوع الثالث. فكاين واحد النوع من هذه الانواع هذه اللي هو الصيني، اللي كيمكن اننا نديروا هذا اللقاح هذا. علاش؟ لان كنشتغلوا على فيروس اللي كيكون ميت. اما الانواع الثانيه فهي كتشتغل على لايغين او واحد الطرف من الفيروسات اللي كنديروها في فيروس اخر او فيروس ناقل. نعم. فهنا كيمكن تقدر تعطينا مضاعفات للمراه الحامل. فهنايا كيتشوف مع الطبيب ديالها، كيشوف الحاله الصحيه ديالها، وفي الغالب ان يعني الطبيب ما كيمنعش اننا نديروا تلقيح. علاش؟ لان التلقيح هو عنده علاقه بالمناعه، بتكوين المناعه، فما كياثرش على الصحه ديال الجنين ولا الصحه ديال المراه. نعم. غير هو كما قلنا بالمراقبه الطبيه. باش
نرجعوا لمباركة، ما عرفتش واش كنتي معنا في الانصات دكتور عماد. مباركة اللي عندها 45 سنة وكترغب أنه تحمل مرة أخرى، دابا استفدت من اللقاح اللي طبعا كيديروه الناس اللي عندهم ما بين 45 و50 سنة، وانت عارف شنو هو دابا لو فاكسان اللي متوفر حاليا. وكان السؤال هو واش غيكون يأثر لها إلى حبلات في هذه الأسابيع المقبلة؟ نعم، فانا بالتدقيق فلا، دابا اذا كانت هي حامل لا 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 لا, هي لا عندها غير رغبه، هي رغبه دابا كتبحث على الحمل رغبه، فاي اي 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 سيده بغات يعني تدير وليدات فدير لقاح، فاللقاح بالعكس اللقاح هو غادي يعطيها واحد المناعه، وهذيك المناعه هي ان شاء الله غادي تعطيها للوليدات ديالها. يعني دكتور عماد انت دكتور الصيدله كتاكد لينا دابا مباشره انه المراه اللي دابا باغا تحمل الا استفدت من التلقيح ما تخافش، ما تخافش وديروا او خاصها دير التلقيح، يعني كنأكد على ضروره ناخذوا التلقيح باش يعني باش تحمي الصحه ديالها والصحه ان شاء الله ديال الجنين ديالها. اذا شكرا لك دكتور عماد، مباركه كنقولوا ليها تمشي تنعس على جنب الراحه، وجيرانها وجيران الام ديالك خليهم في التيقر بعيد عليهم هاد الايام باش ربي يسهل تبقى في الاشياء الايجابيه. دكتور عماد شكرا لك جزيلا. مرحبا، هذا واجب اختصار. وانت يعني الناس غادي تلتحق ببرنامج لكل اسره بعد لحظات وغادي يقدروا الناس يتواصلوا معك. تحيه طيبه لك دكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدله المختص في العلاج والتداوي بالاخبار الخبير ديالنا على راديو اصوات. طيب غادي ناخذ مكالمه وسؤال اخير. خديجه اهلا بك. السلام عليكم. مرحبا خديجه، مرحبا بك معنا في حديث ومغزل. الحمد لله مبروك ونهار سعيد، هذا ملي سمعت صوتك. الله يبارك فيك، مرحبا بك. شكرا بزاف، الله يخليك. بغيت نسول الطبيبة عافاك. مرحبا خديجه تفضلي. انا نزوج هادي 4 سنوات ونص. وكندوز على دوزت وما عندي حتى شي حاجه بالنسبه لانني نحمل. لا انت ولا الزوج ديالك؟ لا بالنسبه ليا ولا بالنسبه للزوج ديالي. انا في الوزن ديالي عندي 80 كيلو. وبالنسبه للطول ديالي طويله. وخصك تنقصي، شحال خصك تنقصي تقريبا؟ ما عرفتش الطول بالنسبه للوزن ديالك شحال في الطول؟ الطول متر و 68 بحال هكا. متر و 68، يعني من الاحسن تهبطي ل 70 72 كيلو، عندك واحد 8 كيلو على الاقل خصها تمشي. زايده. وبالنسبه لراجلي انا عندي 24 سنه. وراجلي عنده 42 سنة. ايه، وراجلك شحال في الطول ديالو والوزن ديالو؟ الطول ديالو ما عرفت ولكن طويل. صراحة الطول ديالو طول مني كثر بزاف كاع، وبالنسبة للوزن ديالو تقدر تكون عنده شي 94 بحال هكاك. إذا ما عندوش هو زيادة ديال الوزن اللي بزاف. هادشي اللي عنده دكتور. واخا. إذا شنو التغذية اللي غتساعدهم باش يكون هناك الحمل؟ خص تغذية متوازنة اللي فيها خضروات، فواكه، سكر بطيء اللي كاين في لي بات ولا في الكاملة ولا الرز الكامل ولا الخبز الكامل، هربي من الدقيق الأبيض أو السكر السريع، ما تكتريش منهم، هربي من المقليات أيضا، حتى هي كتقدر تعاكس الإنجاب. ولكن أهم من هادشي كامل، مادام ما عندك حتى شي مشكل، ما عند الزوج ديالك حتى شي مشكل، فربما دايرين ان بلوكاج، يعني نتوما دايرين واحد العائق نفسي اللي بحال مخلوعين وبالنسبه لكم راه ما غاديش تقدروا. نساو هذا الشيء، حاولوا تغيروا الجو، حاولوا تنساو هذا الموضوع، وراه غادي يجي تلقائيا من دايتو لنفسه. خصكم تكون عندكم ثقه في نفسكم بان مادام ما كاين حتى شي مشكل طبي اللي كيقدر يعني يعطي واحد السبب لعدم الانجاب، يعني ممكن الانجاب، يعني غادي ان شاء الله ترزقون بوليدات باذن الله ويعيشوا حياتهم. هادشي اللي كاين، حيت بانه بات الانسان بوحدو من ديتو راسو كيتخلع من هاد العمليه اللي هي تلقائيه وطبيعيه وكتجي زعما غير ملي كيكتب الله، وكيبقى بحال كيدير كيسد الباب هو على راسو، ونفسانيا كيقدر ياثر على الهرمونات ديالو باش كيعاكسوا عمليه الانجاب. الانسان يخاف النفس فيه ويقول راه ان شاء الله باذن الله غادي يكون عندنا وليدات ملي غادي يكتبوا وصافي. هنا غنرجعوا للمراه اللي كيتم عندها الحمل.
اذا شفنا اليوم شنو نصائح التغذيه، اشنو تاكلي الا باش تقدري ترفعي الحدود ديالك في الحصول على جنين ذكر او جنين انثى. الان شنو هي اهم الامور اللي خاصها تركز عليها المراه في الثلاث شهور الاولى، ثم الثلاث شهور الثانيه، ثم الثلاث شهور الثالثه؟ دكتوره سناء العناني باش نختموا حصتنا. الثلاث شهور الاولى حنا كنعرفوا بان المشكل الاساسي ديال النساء هو تقيؤ او داك الترويعه ديال الجوف. هذا يقدر يكون سبب ديال توعكات صحيه بالنسبه للمراه الحامل، لانها ما كتبقاش تاكل مزيان، كينقصوا عندها فيتامينات بروتينات وتا الاملاح المعدنيه كيقدروا ينقصوا. باش تعاكس هذا الشيء الحامض مزيان ليها، داك الترقيدات ديال اللي غادي تاكل ديال اللحوم ديالها ولا ديال السلطات ديالها هي تكون محمضه شي شويه، حتى هي غتعاونها. تحاول تقسم الوجبات ديالها ودير وجبات مخففه ما بين الوجبات الرئيسيه. الروز الاشقر حتى هو مزيان بالنسبه ليها. دير مثلا داك الجدر ديال الكرافس تاخذ منه عويدات حتى هو تيحبط من داك الاحساس بالتقيؤ. مزيان ليها التعويدات ديال التفاح، ديرهم مثلا في وسط النهار، يا اما في الصباح يا اما في العشيه. لا بوري يعني بطاطا معروكه حتى هي مزيانه ليها. والخبز تحاول تاخذه قبل ما تنوض من الفراش، تاخذ طريف الخبز يابس فهو كي هو تيهمد ديك الترويعه. ما تنوضش بالزربه من الفراش ديالها، تاخذ الوقت ديالها، تنوض غير تدريجيا بشويه بشويه. تنظن هذا الشيء غادي يعاونها. السيده الا كان عندها الترويعه ولكن للاسف عندها مشكل المصران او بومزوي او عندها مشكل ديال الحموضه ديال المعده وما تقدرش تاخذ الحامض، تقدر تشم الحامض فهو غادي يعاونها. تقدر تشم ايضا سكينجبير حتى هو تيعاونها. تهرب من القهوه، كاع داكشي اللي الرائحه ديالو مجهده، فهذيك الرائحه تقدر هي تسبب في التقيؤ. وسكينجبير تقدر زعما على فكره تقدر تاخذه حتى بحال انفوزيون، يعني تخوي عليه شويه ديال المطايب وتشربه فهو غادي يهمد عليها هاد الترويعه. نعم. ايضا كنعرفوا بان المراه الحامل محتاجه لاسيد فوليك، لا فيتامين بي 9، لان الا كانت ناقصه، وحنا كنعرفوا بان الحاجيات ديال المراه الحامل كتضوبل من 400 ميكروغرام اللي نورمالمون محتاجينها في اليوم كنوليو محتاجين 800 ميكروغرام. اذا ولا بد ما خصنا ناخذوا الدواء، ما نعولوش غير على التغذيه باش ما يكونش الوزن ديال الجنين ديالنا ناقص، باش ما يكونش عندنا مشكل ديال الانيميا بالنسبه للمراه الحامل، وباش ما يكونش مشكل في التكون ديال الجهاز العصبي بالنسبه للجنين. هذا الدواء او هذا الحبوب ديال لاسيد فوليك تيعطيه لك الطبيب اللي انتي متبعه معاه، شحال المده اللي كخص المراه تاخذه؟ كتاخذه قبل منين كتفكر في الانجاب، كتاخذه واحد 3 شهور قبل تهيئا للعمليه استعدادا للحمل، وكتاخذه خلال فتره الحمل كامله وبعد كامله كناخذه حتى في مرحله ديال الرضاعه فهو هو تيساعد. نعم. نقدروا نلقاوه في الكبده ديال الدجاج، هادشي نقلبوا على الاطعمه اللي طبيعيه، الكبده ديال الدجاج، الكبده ديال الغنمي اولا ديال البقري، كنلقاوه في السبانخ، كنلقاوه في البروكولي، هادشي راه متواجد عندنا ساهل، كنلقاوه في الزريعه مقليه، الزريعه الكحله، كنلقاوه ايضا في البربة طايبه، كنلقاوه في عصير الليمون، في القرقاع، كنقدروا نلقاوه ايضا في زريعه الكتان. هادو كنلقاو فيهم فيتامين بي 9 بشكل زعما مرتفع. نعم. النصيحه الاخيره نردوا البال ايضا الاطعمه اللي فيها الاوميغا 3، فتحنا الحاجيات ديال المراه الحامل كتكون مرتفعه فيها، دونك غادي ناخذوا زيت الكولزا، غناخذوا زيت ديال زريعه الكتان. بالنسبه للاسماك ناخذوا الاسماك اللي غنيه، السردين ولا الطون ولا الصومون، ولكن هنا غنغتنم الفرصه باش نتكلم على الاسماك. كاينين واحد النوع ديال الاسماك اللي كيكون التركيز ديال الزئبق مرتفع فيهم، المراه الحامل خصها ترد بالها منهم. يعني مثلا ليسبادون ولا شبادا ما خصهاش تاخذها اكثر من 150 غرام في الشهر، من غير حتى الطون اللي كيكون طري حتى هو نفس الشيء 150 غرام في الشهر. وبالنسبه للطون اللي في العلب ما تفوتش 300 غرام في الاسبوع. دونك هادو نصائح باش نتفاداو الاسماك اللي كيكون التركيز ديال الزئبق فيهم مرتفع. موضوع هنا اكيد غادي نرجعوا له لانه مازال عندنا نصائح كثيره اللي غادي ترافقك لاله طيله فتره الحمل. شفنا ما قبل الحمل وفي البدايه ديال الحمل. الله يكمل بخير عليكم كاملين، شكرا على تفاعلكم الدائم، شكرا دكتورة سناء العناني.